الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في ضوابط وقواعد باب المسح على الخفين، وذكرنا أن من جملة الضوابط أن الأصل في المسح الإطلاق، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقيد هذا المسح بشيء من المقيدات إلا وعلى هذا التقييد دليل من الشرع. وذكرنا تحت ذلك جملا كثيرة من الفروع، ومن جملة الفروع المخرجة على هذا الضابط أيضا، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة مسح صاحب الحدث الدائم على خفيه، فهل يمسح صاحب الحدث الدائم على خفيه؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول إن شاء الله عز وجل هو أنه يجوز لصاحب الحدث الدائم أن يمسح على خفيه، ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك، ولا حق لأحد أن يمنع أحدا من هذه الرخصة إلا إذا كان على هذا المنع دليل من الشرع، ولأن الأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط هذا الشرط بأن لا يكون الماسح ذا حدث دائم، فحيث لم تدل الأدلة على هذا الشرط فإن صاحب الحدث الدائم يدخل في عمومها وإطلاقها، ومن أخرجه من عموم هذه الأدلة وإطلاقها فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج، فالقول الصحيح أن صاحب الحدث الدائم يمسح كما يمسح الآخرون ممن ليس حدثهم دائما. ومن الفروع المخرجة على ذلك أيضا، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الخف صفيقا، فهل يشترط في جواز المسح كون الخف صفيقا بمعنى أن يكون ثقيلا لا يرى منه لون البشرة؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو أنه لا يشترط هذا الشرط، لأن الأدلة الواردة في المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط كونه صفيقا أو خفيفا، وحيث لم تدل الأدلة على اشتراطه فإننا لا نقول به، وبناء على ذلك فالقول الصحيح أنه يجوز المسح على الخف الشفاف والجورب الشفاف الذي إذا لبسه الإنسان يرى من دونه لون بشرة قدمه لعموم الأدلة وإطلاقها، والأصل هو البقاء على الإطلاق حتى يرد الناقل عنه بيقين أو غلبة ظن. ومن فروعها أيضا، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الخف في اشتراط إباحة الخف، فهل يشترط لجواز المسح على الخف أو الجورب أن يكون مباحا؟ الجواب: القول الصحيح في هذه المسألة هو اشتراطه، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خف غير مباح، بل لا بد أن يكون الخف مباحا، وضد المباح المحرم، والمحرم قسمان: محرم لحق الله عز وجل، ومحرم لحق أخيك المخلوق، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على الخف المحرم بالاعتبارين جميعا. وبناء على ذلك فلو أن رجلا لبس خف حرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن من جملة ما يحرم لبسه على الرجال الحرير كما تقررت الأدلة بذلك، وكذلك الخف النجس أيضا لا يجوز للإنسان أن يمسح عليه لأن
هذا لبسه محرم لحق الله عز وجل. وكذلك الخف المغصوب أو المسروق لا يجوز للإنسان أن يمسح عليه لأنه محرم لحق المخلوق. فمن اغتصب خفاً أو جورباً أو سرق واحداً منهما ولبسه فلا يجوز له أن يمسح عليه، لأن الأدلة العامة دلت على أن الأصل في مال المسلم الحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يغصب مال أحد ولا أن يسرق ماله ولا أن يأخذ شيئاً من حقوقه إلا بطيب نفس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. فيقاس على العصا ما يدخل تحت ملكيته من خصوصياته. والخف مال، فلا يجوز لأحد أن يغتصب مال أخيه إلا بطيب نفس منه. فإذا هذا شرط صحيح مقبول لثبوت الأدلة بذلك. ومن جملة الفروع أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة المسح على الخف المخرق. والقول الصحيح إن شاء الله جوازه ما دام يمكن متابعة المشي فيه، وذلك لعدم وجود الدليل الدال على امتناع المسح على الخف أو الجورب إذا كانا مخرقين. فإن الأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة عن اشتراط عدم كونهما مخرقين، وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فلا نقول به، لأن الأصل فيما ورد مطلقا بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل إنه من المعلوم لديكم أن غالب الصحابة كانوا فقراء، لا يجد الواحد منهم إلا خفاً أو جورباً واحداً، وقد كانوا يقطعون بهذه الخفاف والجوارب المسافات الطويلة. وقد جرت العادة أن الخف إذا كان واحداً وزاد وكثر السير عليه فإنه لا يخلو غالباً من خرق أو فتق. ومع ذلك فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على هذا المسح، ولأن الأصل في تجويز المسح أنه رخصة وتوسع على المكلفين. فلو أن المسح امتنع بمجرد الخرق ولو كان يسيرا فإن ذلك يوجب التعسير والإثقال على الناس وتنتفي عنهم روح الشريعة في هذه الرخصة من إرادة التخفيف والتيسير ورفع الحرج. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز المسح على الخف المخرق إن شاء الله تعالى، حتى ولو خرجت أصابعك الخمسة، ما دمت تستطيع أن تواصل السير فيه لا يخرج من قدمك بسبب كثرة خروقه فلا بأس عليك أن تمسح عليه، لأنه لا يزال يصدق عليه اسم الخف والجورب، فهو داخل في إطلاق الأدلة وعمومها. ومن جملة الفروع أيضا اشترط بعض الفقهاء أن يكون الخف الممسوح عليه مانعا لوصول الماء إلى الرجل، بمعنى أنك لو أرقت الماء على الخف فإنه لا يتخلله إلى الرجل. وهذا اشتراط غريب، وهو يبين لكم يا طلبة العلم أنه لا بد من سبر كلام الفقهاء وتقريراتهم في كتب الفقه بناء على هذه القاعدة العظيمة التي تقول إن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وإن الاشتراط حكم شرعي لا يجوز قبوله إلا بدليل. فلما قلبنا الأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين لم نجد فيها
ذكرا لهذا الشرط لا في صدر ولا ورد، فهو اشتراط ثقيل يمنع فسحة هذه الرخصة ويضيقها على الناس. ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الجورب حتى وإن تخلله الماء ووصل إلى القدم، وجواز المسح على الخف المخرق حتى وإن دخل من خروقه الماء ووصل إلى القدم، فمجرد وصول الماء إلى القدم ليس بمانع من جواز المسح على الخف أو الجورب. هذا هو القول الصحيح الذي يؤيده إطلاق الأدلة وعمومها. ومن جملة الفروع أيضا ذهب بعض الفقهاء إلى أن المسح ذهب أكثر الفقهاء، بل نقول ذهب عامة الفقهاء فيما نعلم إلى أن المسح مختص بالطهارة الصغرى دون الكبرى، فلا يجوز للإنسان أن يمسح في طهارة غسل، وإنما يمسح الإنسان في طهارة وضوء فقط. ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن شروط جواز المسح على الخفين والجوربين أن يكون الحدث أصغر، وأما إذا كان الحدث أكبر فلا بد من تعميم البدن بالماء حتى القدمين، فلا يجوز لك أن تمسح على الخفين أو الجوربين في غسل الجنابة، ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الخفين أو الجوربين في غسلها من الحيض أو النفاس، ولا يجوز لمن أسلم حديثاً أن يمسح على خفيه أو جوربيه في غسله من كفره، لأن الأحداث هذه أحداث كبرى، والمسح على الخفين مختص بالطهارة الصغرى دون الكبرى. فإن قلت وما دليلك على هذا الشرط؟ فأقول الدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي لا يأمرنا أن نخلع من هذه الأحداث الصغرى، وإنما يأمرنا أن نخلع من الأحداث الكبرى فقط. وكما قلت لكم لا نعلم في هذا خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك ما قولك يا طالب العلم في اشتراط توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؟ الجواب: هو اشتراط صحيح، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن الحق الحقيق بالقبول هو اشتراط التوقيت في المسح، وهذا التوقيت يختلف بين المقيم والمسافر، فالمسافر يمسح يوماً وليلة يعني 24 ساعة من ابتداء المسح، وأما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليها يعني 72 ساعة من ابتداء المسح. فإن قلت وما برهانك على هذا الشرط؟ الجواب: البرهان على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وروى ابن ماجه في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام
ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فهذه الأدلة تدل على صحة هذا الاشتراط. فإن قلت وكيف نفعل بما رواه الدارقطني والحاكم وصححاه من حديث عمر موقوفا وأنس مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. فهنا أجاز وأطلق المسح وإنما أوجب خلعها من الجنابة فقط. الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما ورد مطلقا في مكان ومقيدا في مكان فإن الواجب علينا أن نبني المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب. فحديث عمر هذا مطلق، وحديث علي وأبي بكرة مقيدان، والحكم واحد والسبب واحد، فلا بد من بناء المطلق على المقيد في هذه الحالة. فلا إشكال بين هذه الأحاديث على الصناعة الأصولية. فإن قلت وكيف نفعل بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم، ما شئت. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وأطلق المسح فوق الثلاثة أيام. الجواب: لا إشكال بين هذه الأحاديث ولله الحمد، لأن حديث أبي بن عمارة هذا حديث ضعيف لا تقوم الحجة بمثله، فلا يجوز أن يجعل هذا الحديث معارضاً للأحاديث الصحيحة الناصة على التوقيت والمشترطة له. فيبقى عندنا أن هذا اشتراط صحيح، فيمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، واعتمدنا تصحيح هذا الشرط لثبوت الأدلة به، لثبوت الأدلة به. ومن الفروع أيضا إن قلت هل يشترط على المسح على الخفين نية خاصة أم يندرج في النية العامة في رفع الحدث؟ هل لا بد من نية خاصة للمسح على الخفين أو الجوربين أم لا يشترط؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من اشترط لجواز المسح نية خاصة غير نية الوضوء في أوله، ومنهم من لم يشترط ذلك. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو عدم اشتراط النية الخاصة في المسح لعدم وجود الدليل الدال على اشتراطها، والأصل في المسح الإطلاق، فمن قيد جوازه بشرط فلا بد من أن يأتي بدليل يصحح دعواه. وحيث لا دليل على اشتراط نية خاصة فإننا لا نقول بصحة هذا الشرط، فيندرج المسح على الخفين أو الجوربين في النية العامة التي يصح بها الوضوء، فتجديد نية خاصة للمسح لا دليل عليه، لا دليل عليه. ومن جملة الفروع أيضا اشترط
جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح للمسافر ألا يكون عاصيا بسفره، بمعنى ألا يكون سفره سفر معصية. وقالوا إن المتقرر عند العلماء أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولأننا إذا جوزنا له أن يمسح على خفيه وهو عاصٍ بسفره فإن هذا إعانة له على المعصية وعلى الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بينما أبى ذلك المنع الفحل الهزبر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: لا دليل على اشتراط كون الماسح في السفر طائعا، بل يجوز لمن للعاصي في سفر للعاصي بسفره أن يمسح كذلك. وقول أبي العباس عندي هو الأقرب إن شاء الله تعالى، وذلك لأن الأحكام المترتبة على السفر يغلب فيها جانب الحكم الوضعي، بمعنى أن ما رتبه الشارع على مسمى السفر يثبت وضعا لكل مسافر بغض النظر عن نوع سفره، فمن دخل في مسمى السفر فله شرعا أي يترخص بهذه الرخص، أي يترخص بهذه الرخص. ولذلك فقد اختار أبو العباس أن العاصي بسفره يقصر في سفره ولا يجب عليه الإتمام، واختار كذلك أنه يجوز له في سفره هذا أن يمسح 3 أيام ولياليهن. فإن قلت: أوليس في ذلك إعانة له؟ فنقول: لا شأن لنا بذلك، هو يستحق العقوبة شرعا، لكن لا حق لنا أن نعاقبه بسلب الرخصة الشرعية الوضعية منه، لا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه. ولأن الشارع أطلق جواز المسح ولم يفصل، مع علم الشارع بأن من المسافرين من يكون عاصيا بسفره، فلما لم يشترط الشارع كون المسافر طائعا علمنا بذلك أنه أراد عموم المسافرين، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن المتقرر في القواعد أيضا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. ولأن القاعدة التي تقول إن الرخص لا تناط بالمعاصي، انتبهوا لما سأقول حتى تفرقوا بين ما يدخل تحتها وما لا يدخل تحتها. ولأن الرخصة التي تقول إن الرخص لا تناط بالمعاصي إنما يدخل فيها الرخصة التي يستعين بها على فعل المعصية، بمعنى أن يكون جائعا ولا يستطيع أن يزني، فلا يجوز له أن يفطر الآن لأن فطره يتقوى به على إيش؟ على معصيته، فيكون فطره وسيلة لإيش؟ لتحصيل هذه المعصية. ولكن كون الإنسان عاصٍ بسفره ويريد أن يمسح على خفيه ولا يعتبر المسح معينا له على ماذا؟ على هذه المعصية، فسواء مسح أو غسل فإنه مرتكب لهذه المعصية، فالمعصية غير مؤثرة، عفوا، فالمسح غير مؤثر في عصيانه لا حجبا ولا إقداما، فلا يدخل هذا النوع من الرخص
في قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. الآن هل مسحه على خفيه يعينه على ارتكاب هذه المعصية التي قصدها في سفره؟ الجواب لا، إذا لا شأن للمسح بالمعصية أصلا. لكن كون بقاء الخفين في قدميه وصاحبها محروم منها وماله لا يزال معك، فلبسها الآن هو عين المعصية، فهنا لا تناط بها الرخصة، لأن تجويزنا للمسح عليها تجويز لبقاء مال أخيك في قدميك، وعين المعصية هي بقاؤه في قدميك. ففرقوا بين ما كان وسيلة للمعصية فهذا يدخل تحت إيش؟ وما كان وما لا شأن له بالمعصية أصلا. إنسان ذهب ليزني في سفره، فنقول له لا تمسح على خفيك، لأننا لو جوزنا لك المسح على الخفين لكان في ذلك إعانة لك على المعصية. هل هذا كلام معقول؟ جواب لا، لا شأن للمسح على الخفين بذلك. فلا حق لنا أن نمنع من دخل في مسمى السفر، من أي رخصة رتبها الشارع عليه إلا تلك الرخصة التي ستكون معينة له على ذات المعصية، فنمنعها لا لأنه عاصم بسفره، لا، وإنما سدا لوسائل الوسيلة التي تعينه على الحرام، لأن ما أفضى إلى الحرام حالا أو مآلا فالواجب سده من باب سد الذرائع. أظن المسألة واضحة إن شاء الله. وضربت لكم مثالا بمسافر نوى الزنا بسفره لكنه كان جائعا ولا يستطيع أن يزني، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يأكل الآن أن يفطر؟ الجواب لا، لأن فطره سيكون معينا له على تلك المعصية. ففرق بين هذا وبين هذا. فالعاصي بسفره إنما نمنعه من الرخصة التي تكون معينة له إعانة مباشرة على معصيته، وأما تلك الرخص التي لا تتعلق بمعصيته ولا تمت لها بصلة ولا تعتبر معينة له على معصيته، فنحن نقول لماذا؟ لا حق لنا أن نمنعه منها. أفهمت ما كنت أريد شرحه لك يا أبا عاصم؟ فالأول شيء والثاني شيء. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله من أن العاصي بسفره يجوز له أن يترخص برخصة السفر وهي المسح على الخفين. انتبهوا، ما الفرق؟ إن قلت لكم ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ الجواب: العاصي بسفره هو من ينشئ السفر للمعصية، فعين المعصية قد قصدها بابتداء سفره، فهو لم يسافر أصلا إلا لفعل هذه المعصية، هذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء ويمنعونه من هذه الرخص. وأما من كان أصل سفره جائزا ولكن طرأت عليه المعصية في أثنائه فهذا يسمى العاصي في سفره لا العاصي بسفره، فهذا لا يمنعه الفقهاء من أن يترخص بشيء من رخص السفر. لعلنا بهذه الفروع التي خرجناها على هذا الضابط العظيم والقاعدة الكبيرة قد اتضحت لكم إن شاء الله القاعدة، وهي أن كل من اشترط لجواز المسح شرطا فإنك قبل أن تقبل شرطه لا بد أن تعرضه على الأدلة، فإن وجدت ما يسنده فاقبله، وإن لم تجد ما يسنده فلا تقبله. أفهمتم هذا؟ هل شيء يحتاج إلى إعادة في هذا الضابط؟ الجواب لا، بإذن الله عز وجل. وهنا فرع طرأ في ذهني، وهو أنه هل يشترط في جواز المسح
أن يكون الخف أو الجورب فوق الكعبين أو مغطيا لهما أم لا يشترط؟ فيجوز المسح على الخفين أو الجوربين ولو كان أسفل من الكعبين؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح اشتراط هذا الشرط، لأن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، فلا بد أن يكون البدل ساترا لمحل الفرض. لا أقصد ساترا بمعنى لا يبين منه لون البشرة، لا، وإنما ساترا أي مستوفيا للكعبين، لأن هذا هو محل الفرض، ومحل الفرض لا بد من ستره. هذا الضابط الثاني انتهينا منه ولله الحمد، وننتقل بعدها للضابط الثالث، وأبشركم ببشارة بأن الأخ هيثم يفرغ هذه الدروس أولاً بأول تفريغ طباعة، يعني بمعنى أننا متى ما انتهينا من هذه الدروس ولو بعد 10 سنين، نحن ما خلقنا إلا لنتعلم وندرس، فإن الكتاب سيكون جاهزاً إن شاء الله تعالى، جزاه الله خير. الضابط الثالث: صفة المسح توقيفية، ما أجمل هذه القواعد يا طلبة العلم، فعلا تبني طالب علم مؤصل الراسخ، فلا تظنن أيها الطالب أنك ستصل إلى رتبة الرسوخ بلا أصول، لا تظنن أنك ستصل بمجرد الفروع إلى رتبة الرسوخ، بل لا بد من معرفة الأصول وضبطها. يقول الضابط عندنا: صفة المسح توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح خفيه كيفما اتفق وعلى أي صفة، بل لا بد أن يتفق مسحه في صفته مع الصفة الشرعية الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن من شروط قبول العبادة صحة العبادة وقبولها المتابعة، والمتابعة تكون في السبب والجنس والصفة والزمان والمكان والمقدار، هذه جهات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الست: المتابعة في الجنس، المتابعة في السبب، المتابعة في الصفة وهو الذي يخصنا هنا، ثم المتابعة في الزمان، والمتابعة في المكان، والمتابعة في المقدار. وكل هذه الجهات الأصل فيها التوقيف، فعندك 6 قواعد في المتابعة: الأصل في جنس العبادة التوقيف، الأصل في سبب العبادة التوقيف، الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في زمان العبادة التوقيف، الأصل في مكان العبادة التوقيف، الأصل في مقدار العبادة وعددها التوقيف. فإذن القاعدة الكبرى أن الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف، الأصل في احفظوها، الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام يجب حفظه وفهمه الفهم الكامل. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. فإن قيل: وما قصدك بمتعلقاتها؟ نقول: الجنس والسبب إلى آخر ما ذكرته لكم قبل قليل، إلى آخر ما ذكرته لكم قبل قليل. فيتفرع على هذه القاعدة هذا الضابط، لأن المسح على الخفين عبادة، فإذا لا حق لأحد أن يخترع لهذه العبادة صفة من عند نفسه، بل لا بد أن يأتينا بدليل يدل على صحة صفته هذه،
وإلا فمتى ما أحدثت في المسح صفة لا دليل عليها يسندها ولا برهان يعضدها فإن مسحك باطل، وينبني على بطلان مسحك بطلان صلاتك، صح؟ الجواب نعم صحيح. فإذا فهمت هذا الضابط فهنا فروع. الفرع الأول ما الذي يمسح مع الدليل؟ ما الذي يمسح من الخف مع الدليل؟ الجواب الذي يمسح من الخف ظاهره، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث دليل على قاعدتنا أصلا، لأن علي بن أبي طالب رد صفة المسح إلى الدليل ونفى أن تكون بالرأي، فلا رأي في صفة المسح وإنما هو التوقيف والبرهان. فأفاد هذا الحديث أن المسح إنما يكون على ظاهر الخفين فقط. الفرع الثاني فإن قلت: وهل لا بد من تعميم الخف بالمسح كاملا أعلاه وأسفله وعقبه؟ الجواب: ليس ذلك من الصفة المشروعة في المسح على الخفين، فمن مسح وعمم الخف بالمسح فمسح أعلاه وأسفله وعقبه فقد ابتدع وأحدث، لكن مسحه صحيح لأنه مسح ظاهره، لكنه زاد على الصفة الشرعية شيئا لا دليل عليه فقد أحدث وابتدع إن اعتقد التعبد لله عز وجل بذلك، لأن عمله هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وكيف تقول فيما رواه الأربعة إلا النسائي من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله؟ فهذا نص على تعميم المسح على تعميم الخف بالمسح. الجواب: هذا الحديث حديث ضعيف ليس بصحيح ولا تقوم به الحجة، بل إن اللفظ الصحيح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، وأما زيادة الأسفل فإنها زيادة ضعيفة. فيبقى عندنا أن صفة المسح الشرعية هو الاقتصار على مسح الظاهر من الأصابع إلى الساق أو إلى ما فوق القدم. الفرع الثالث فإن قلت: وما الحكم لو أنه غسل الخف ولم يمسحه؟ من باب المبالغة في تطبيق الشرع، فهل يجزئ غسل الخف عن مسحه؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب عندي أنه لا يجزئ ما لم يمر يده على ظاهر خفيه، فإن غسلهما مع الإمرار صح لأنه أمر لا لأنه غسل. وأما إذا أدخل قدمه تحت الماء وقلبها من هاهنا وهاهنا ولم يمسح
على ظاهر خفيه فليست هذه الصفة هي الصفة في المسح هي الصفة المشروعة في المسح، لأن صفة المسح توقيفية على النص، فلا يعتبر من غسل قدميه بلا مسح أنه قد مسح على خفيه الفرع الرابع: فإن قلت وما الحكم لو اقتصر في المسح على أسفله وعقبه دون ظاهره؟ الجواب: لا يصح مسحه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن صفة المسح توقيفية على النص. ولم يدل دليل على أن من اقتصر على مسح أسفله أو عقبه دون ظاهره أنه قد مسح المسح الشرعي الصحيح المعتبر، فمن اقتصر على مسح أسفله أو عقبه فيعتبر مسحه باطلاً، فلو صلى بهذه الطهارة فإن صلاته تعتبر باطلة. هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أحكام هذه الفروع، لكن أحببنا أن نجمعها لكم في ضابط لتتذكروها. الفرع الخامس: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكرار المسح على الخفين، والقول الصحيح الاجتزاء بمسحة واحدة، وسيأتينا ضابط في عدد مسحات العبادة الممسوحة إن شاء الله تعالى بعد قليل. فإذا صفة المسح الشرعية هي الاقتصار على مسحة واحدة، فمن مسح مرتين وثلاثا فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، وسيأتي تفصيل أكثر بعد قليل إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت. إيش 43. الضابط الرابع: مفسد المسح توقيفي على النص. فلا يجوز لنا أن نقول بأن المسح بطل بفعل فعله الإنسان إلا وعلى ذلك الإبطال دليل من الشرع. لما؟ الجواب: لأن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فمن قال لك بأن مسحك بسبب فعلك هذا قد بطل ويلزمك لابتداء المسح وضوء جديد، فإنك تطالبه بالدليل الدال على هذه الدعوة، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأت به فإن قوله غير مقبول. وعلى ذلك فروع، منها: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في انتهاء المدة، أهي مبطلة للطهارة والمسح أم لا؟ الجواب: القول الصحيح أنها مبطلة للمسح لا الطهارة، فإذا انتهت المدة المقررة شرعاً بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر فقد انتهت مدة المسح الشرعية، وبانتهائها يبطل المسح الجديد. لكن لو أن المدة انتهت والطهارة موجودة فإن انتهاء المدة إنما يفسد المسح للطهارة،
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فإن قلت وما برهانك على بطلان المسح، لأن إبطاله توقيفي، فنقول الأدلة الواردة في التحديد دليل على بطلان ما زاد على هذا التوقيت. الأدلة الواردة بالتوقيت دليل على بطلان ما زاد على هذا التوقيت. وبناء على ذلك، فلو أن مدة المقيم انتهت ومسح وصلى فإن صلاته باطلة، فيلزمه الوضوء والإعادة. وكذلك يقال في مسألة المسافر. ومن الفروع أيضا هل خلع الخف يفسد المسح؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، إذا كان قد خلعه بعد ابتداء مدته. فمن خلع خفه بعد ابتداء المدة فإنه لا يستسيغ مدة جديدة، أو لا يستبيح مدة جديدة إلا بوضوء جديد. ولكننا نشترط في هذا الخلع أن يكون خلعا كاملا. وأما أن يبعد خفه بهذه الصورة ليحك قدمه ثم يعيده مرة أخرى، فإن هذا لا يعتبر من الخلع المفسد للمسح، لأنه لم ينكشف أكثر محل الفرض، وإنما انكشف بعضه، والحكم للأغلب لا للأقل. وأما إذا خلعه خلعا كاملا أو خلع أكثره فإنه لا يستبيح بعد هذا الخلع مدة جديدة للمسح إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ابتداء مدة جديدة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يخلعهما. لما أراد خلعهما قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وأما إذا خلع خفه فأما إذا خلع خفه وهو محدث فإنه لا يستبيح بلبسه مدة جديدة، لأن من شروط المسح أن يلبس خفيه على طهارة وهو محدث لم يكن متطهرا. هذه الصورة واضحة. لكن الصورة الثانية، لو أنه خلع خفيه وهو متطهر ثم عاد فلبسهما مرة أخرى والمدة قد ابتدأت، فهل يستبيح بهذا اللبس الثاني مدة جديدة؟ نقول لا، لأن المدة السابقة قد بطلت بمجرد خلع الخف الخلع الكامل، فلا يستبيح بلبسه مرة أخرى حتى ولو كان على طهارة، بل لا بد أن يتوضأ وضوءا جديدا ليستبيح مدة جديدة. فكل مدة جديدة فإنها لا تتعلق بطهارة المدة السابقة، وإنما لا بد للجديد من وضوء جديد. فإن قلت وهنا صورة ثالثة، وهي ما الحكم لو أنه خلع خفه ثم أعاد لبسه قبل ابتداء المدة أصلا؟ فنقول في هذه الحالة يجوز له أن يمسح على خفيه، لأن الخلع المفسد إنما يكون بعد ابتداء المدة لا قبلها. فالخلع واللبس قبل ابتداء المدة لا حكم له، وإنما الخلع المؤثر هو الخلع بعد ابتداء المدة. فصارت الأحوال ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يخلع الخف ويعيد لبسه قبل ابتداء المدة، فهذا الخلع لا يفسد طهارة مسحه. الحالة الثانية أن تبتدئ المدة ولكن يخلع خفه وهو طاهر ثم يعيد لبسه حال كونه طاهرا، فهنا
قد فسدت مدة المسح القديمة، ويشترط لاستباحة مدة مسح جديدة لوضوء جديد. الثالثة، حالة الثالثة، أن يخلع خفه وهو محدث أصلا، فهنا لا يجوز له أن يعيد الخف ليمسح عليه إلا بعد طهارة جديدة. هذا هو القول الصحيح في جميع هذه الأحوال، الأحوال الثلاثة. الفرع الأخير في هذا الضابط: ما الحكم لو لبس خفا على خف؟ بما أن مفسد المسح توقيفي، فما الحكم فيما لو لبس خفا على خف أو جورب على جورب؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإما أن يكون قد لبس الخف الثاني قبل ابتداء المدة، وإما أن يكون لبس الخف الثاني بعد ابتدائها. فإن كان قد لبس الخف أو الجورب الثاني قبل ابتداء المدة، فإن له أن يمسح على الخف الفوقاني في هذه الحالة. انتبهوا، ويعتبر ابتداء المدة على الخف الفوقاني، والمعتبر في المسح إنما هو الخف الذي ابتدأت المدة بمسحه، سواء أكان الفوقاني أو التحتاني، بحيث لو ابتدأت المدة على الخف الفوقاني وخلعه فلا يجوز له أن يمسح على التحتاني لبطلان المسح. وأما إذا كان لبس الخف الثاني بعد ابتداء المدة، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الفوقاني لتعلق المسح بالتحتاني. فإذن المسح يتعلق بالخف أو الجورب الذي ابتدأت المدة بالمسح عليه. فإن أردت، انتبه، فإن أردت أن تمسح على الفوقاني فجدد له وضوءا لتبدأ المدة عليه. وبناء على ذلك، فإننا نرى بعض الناس تبتدئ مدة مسحه على جوربه، وفي دورة المياه نراه يمسح على الكنادر مكملا على الشراب. هل مسحه هذا صحيح؟ الجواب لا، لأنه مسح على الفوقاني وترك المسح على ما تعلق المسح عليه. هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فالمسح إنما يتعلق بالخف الذي ابتدأت المدة بالمسح عليه، سواء أكان هو الخف الفوقاني أو الخف التحتاني. وبهذا الفرع الأخير نكون قد أتممنا الكلام على الضابط الرابع، وبقي عندنا الضابط الخامس، وهو لا تكرار في ممسوح إلا بدليل. نشرحها الدرس القادم إن شاء الله، لأننا سنضيف على هذا الباب المسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على الجبيرة في هذا الضابط إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.